اكتر من هيك. بابا وين راح؟ قاعد بالورشة، قال بده يخلص شغل بالمكتبة تبعك اليوم. رح تروحي لعنده؟ ايه اذا سمح لي، انا بدي اطلع مشوار. خالتي رح تزعلي مني شي؟ لا ابدا، اكيد ما رح تزعل. مع مين رح تطلعي؟ مع الاستاذ نزير. يعطيك العافية بابا، شكلك خلصت. أنا خلصتها بس منشان فرحك فيها وتنبسطي. قلت لحالي بتتسلي شوي وأنت عم تعيدي ترتيب الكتب فيها. بابا، أنت مضطر تروح حياتك مشاننا؟ طبعاً أنا مضطر، أنا هذا اسمي، أبوكم. بوعدك إني ما رح أزعلك مرة تانية. المهم لا تزعلي، ولا تفكر كتير بقصة إني أزعل. اسمعي لقلك، الليلة بدنا نسهر مع بعض، خلينا نقعد مع بعض شوي ونحكي همومنا ومشاكلنا. بابا بصراحة أنا أجيت أخذ إذن مشان أطلع، من شوي اتصل الأستاذ نزير، حابين نطلع الليلة أنا وياه بعد العشاء شوي. مع أستاذك؟ هو أستاذي بس أنا وياه صرنا رفقات، حاب يجي وما قلت له لا. طيب خليه يقعد عنا، شو فيها؟ لوين بدكم تروحوا؟ ما بعرف، هلأ إذا رح تسمح لي رح نطلع على محل قريب ونضل مع بعض شي 3 ساعات. ما عنده سيارة لهيك ما فينا نبعد من هون. طيب بس بشرط يرجعك لعند باب البيت. رح يوصلني انت، لا تشغل بالك، خلص شغلك ومنلتقي على العشاء. شايف هالبنت كيف؟ العمى وقف، شو عم تعمل؟ هذا دهان مو مي. يلعنك شو غبي. هي هي أنا صار لازم أقوم هلأ، أتأخر الوقت. خالتي أنت قاطعة كل هي المسافة وبدك ترجعي؟ نامي عنا. أي صحي، في عنا محل وسريرك موجود بغرفة ستي. شكراً كتير يا أولاد، بس زيارة المريض ما لازم تطول وأنا عندي شغل. على القليلة تعشي بالأول، أصلاً لسه ما عطتي بابا الهدية. صحي أنت شو جبتي لبابا؟ طولوا بالكم، لا تحرقوا المفاجأة، لما بابا بيفتح الهدية رح نشوفها. بابا عطاكي إذن؟ عطاني. يلا خالتي خليكي، استني رح جيب هديتك وحدا منكم ينادي بابا. أنا بنادي له. أنتي؟ إيه، ما هي كمان محسوبة على العيلة. كلن عندن سيارات وجدي عنده حمار، بيركبنا خلفه طيب وبياخذنا مشوار. ماما يلا طيب. والبوليس يصفر له بإيده ويقشر له، سيارات تزمر له باب باب باب. كلن عندن سيارات وجدي عنده حمار. ها خالة فخرية؟ مريني يا بنتي، انتي شفتي هدية خالتي؟ إذا ما خاب ظني هلا يلي أخدتها. طيب رح شوفها، يعطيك العافية. تسلمي يا بنتي. كلن عندن سيارات وجدي عنده حمار، بيركبنا خلفه بياخدنا مشوار، البوليس يصفر شو له. شو أنا مع مين عم بحكي؟ بإيده ويأشر له. ليش معصبة أمي؟ ماني معصبة. أنت زعلتي مني لأني أخدت من بابا اللعبة اللي جاب لي إياها؟ لا ما زعلت، ليش لأزعل؟ طب انت لساتك زعلانة من بابا؟ هلأ مو جدة قلك تتطلقي؟ لهيك عم بسأل. خالتي! ايه؟ خجلتي؟ غير جلده الأرنب. تعي ليش؟ وينه البطون؟ هاتي البطون بدي أكله أنا. بتجنني انت، بتجنني. هدية خالتي عايشة وينها؟ ليكا ما
يلا لا تتأخروا، أنا طالعة. يلا شوي وجايين. يلا البسي. لك أخ منك أخ، كيف قدرت بسرعة تلوت كل وشك وراسك بالذهب بدون ما أحس عليك؟ شو بدي أعمل هلا؟ أوف، إن شاء الله لاقي طريقة وامسحهم قبل ما تشوفك الست مريانة هيك. رح تبلش فزلكة وتقلي ما عرفت تهتم بالكلب وما رح نخلص من لسانها بعشر سنين. تعال يلا تعال، خلينا نسأل شي حدا كيف فينا نشيل هالقرف. عفوا، هنن بدهم إياك عند العريشة يا عمو علي يحيى. الست عيشة بدها تعطيك هديتها. ماشي، اصلا كنت جاي لحالي. ها وهي اجا بابا. شوفوا هالمنظر. اه شو هاد يلي بايدك سهري؟ هاد هديه. هاي هديه الست مريانة بعيد ميلاده. ليكي شو صار فيه ملوحت وشه. شو ما فهمت شو قلتي ماتيلدا؟ بابا شو صار لهاد؟ ولا شي، كنت ملتهي بالحكي مع اختك قام حاب يدوق الدهان، كل شي بيشوفه بيفكروا اكل. صار حلو هيك انفه لونه احمر، جد رح يضل انفه هيك؟ ما بعرف، حاولت بس ما قدرت نظفه. شي طبيعي انه الدهان ما يروح يا ابني، هي البقعه بتروح لحالها مع الوقت كل ما حممناه ولما بيحك انفه بالتراب. ايه بابا يلا، ما فتحنا هديه خالتي عايشه، افتحها هلا. ليش عذبتي حالك؟ لا لا عذاب ولا شيء. اوه عن جد شكرا لك. شو هي جدي؟ كلها كاسيتات تراث. شوفي؟ اه يعني كمان خالته عايشه جابت لك رفيق؟ ييه شو قصدك تيماء؟ جدو قال لي إن الأغاني التراثية من أعز رفقاته. شكله هالكلب أكتر من رفيق، لو عرفانك كنت فكرت بشي تاني. عقبال المئة سنة وإنتي مع قلبك شر حبيبتي، أنا رايحة بخاطركن. شو ما رح تضلي على العشاء؟ لا ما رح ضل، إذا حدا احتاجني منكم رح إجي فورا. منيح، على القليل هالمرة ما رحت بدون ما تقولي بخاطركم. بعتذر منكم، المرة الماضية أنا غلطت. keşke seni havidan koruyabilseydim. Yakında seninle de uğraşmaya başlar. Gel. O kadınlara düşkündür. Bakacağız, düşüneceğiz. Ve karar vereceğiz. O zaman onu kim verir? Ben. Yeter. Ben. فريول. يعني لا بيسكت بالمعرض ولا بيسكت بالبيت كمان. شو هالشغلة هاي؟ والله أنا مليت من الحكي على التليفون. يلا فريول. ايه رح رد. الو نعم. هاي انا يا كنتي، كيفك؟ اهلين يا حماتي، منيحه وانتي؟ الحمد لله، وبلا ما كتر حكي اعطيني احمد اذا ما انه مشغول. لحظه استني شوي احكي. مين؟ هاي نشره اخبار المساء. يا أهلين ماما. أحمد، أنت فيك تيجي وتاخدني من بكرة الصبح؟ قررتي تيجي لعنا يعني؟ لا تخاف، مو لعندكم، أنا بدي روح لعند عيشة. خير إن شاء الله. أنت تعال الصبح وقل لهم بدي أخد أمي على شي محل، طالعني من هون من دون ما يفهم علي يحيى. بحكي لك بس شوفك، لأنه صار ضروري كتير روح أحكي مع عيشة. طيب تكرمي يا أمي،
تسلم. الأخبار سيئة ولا حلوة؟ على الأغلب سيئة. أي نوع من الرجال أنت يا علي يحيى؟ أي نوع؟ حتى بأحلى أحلامي ما كنت رح أتخيل أني بحب أو أرجع مراهقة وينشغل بالي على حدا. ما كنت متخيلة أبداً أني رح أقعد هيك قاعدة وقلبي عم يغلي غلي على شوفتك. أنا اشتقت لك. أنا شلون عم يصير معي هيك يا ربي؟ شو الحب اللي ممكن حس فيه بعد هالعمر؟ هو بالنسبة إلي جار محترم وبس، ولا صديق، ولا حبيب، بلكي كلهم مع بعض. هي هيك كلهم مع بعض. ممكن تعطيني المي مسعود؟ ايه على عيني، تفضلي. جدو؟ هلأ خالته عايشة راحت على بيتها بسببي؟ لا حبيبتي، ليش لتروح بسببك؟ ما بعرف، مو أنا قلت لها إنه أنتي كمان جبتي له لجدي رفيق؟ معقول تكون خالتي غارت من الكل؟ شو هالحكي يا؟ حبيبتي تيماء، ليش لحتى خالتي تغار من الكل؟ راحت لأنه زيارة المريض قصيرة. أنت لا تشغلي بالك بهي القصة، كلي أكلك وعبي بطونك. بابا شوف إيمان امبارح كيف واليوم كيف. يا عمري هلأ أحسن بكتير. على الأغلب نحن مديونين لأستاذة بهيك شي. دخيلك بابا، شو دخله هو؟ إمتى رح يجي الدكتور؟ على الأغلب بعد شوي جاي. أنت لوين رحتي من شوي أمي؟ كان عندي شوية شغل بغرفتي. شو يا ابني؟ ضروري نخبرك بكل شي بالبيت؟ حسب ما أنا ملاحظة أنه أنتم متصالحين. طبعاً، قالت لي كلمة حلوة لهيك سامحتها. مسعود. شو؟ يا خواجاي، حتى أنتوا عندكم نكش رجلين تحت الطاولة؟ بابا ما في شيء بيفلت منه أبدا. هلا بشو عم تفكري بنتي؟ بإسماعيل. خليني اجي معك بكره لما توصل تيماء على الروضه. مر على البيت ورح احكي مع إسماعيل. حاضر بنتي، بعيوني. في حدا هون؟ يسلموا بنتي.